Hello, my dear students, and welcome to the last part of Lesson 8, Unit 2, the 46th episode. أهلا بكم أعزائي الطلبة في الجزء الأخير من الدرس الثامن الوحدة الثانية، هو آخر درس في الوحدة الثانية، وهي الحلقة 46. اكسرسايز دي طبعا هي تكملة التمارين ورك بوك، التمارين الكتاب التمارين او كتاب الواجب. read about Julie's day، اقرأ عن يوم جولي. complete the sentences with words from the box، اكمل الجمل بكلمات من الصندوق الكلمات الموجودة امامنا. working بمعنى يعمل. waiting ينتظر. eaten اكل. had بمعنى تجي يعني كأكزيلر فيرب، وتجي بمعنى أيضا تناول، تجي بعدة معاني على حسب استخدامها، هنشوفوها في القطعة اللي أمامنا الآن. seen بمعنى رأى. close بمعنى مقفول. left بمعنى ترك، أو أيضا تجي بمعنى حتى غادر. يعني نشوف مع بعضنا النص اللي أمامنا، وهنا طبعا ناخذه يعني كتدريب عملي أو مراجعة على الـ past perfect simple وال past perfect continuous. يعني past perfect simple اللي هو الماضي التام البسيط، اللي قلنا حدثين صار في الماضي، واحد منهم قبل الآخر. الحدث الأول هو اللي نستخدمه دائما معه الماضي التام. I didn't have a very good day yesterday، بمعنى لم يكن لدي يوم جيد بالأمس. After doing my chores، يعني بعد القيام بأعمالي المنزلية. I phoned my friend مريم، اتصلت بصديقتي مريم. She didn't want to come to my house for lunch. لم يعني ترغب أو لم ترد أن تأتي إلى بيتي للغداء. Because she had already. شوفوا هنا لأن في حاجة دارتها قبل، علشان هي ما بتش تجي الغداء. شن دارت؟ She had already eaten. لأنها كانت بالفعل قد أكلت، يعني من هي أكلت قبل وبعدين رفضت أن هي تأتي للغداء. إذن هنا الماضي التام حدث قبل الماضي البسيط. So we decided to go to the cinema later. لذلك قررنا أن نذهب إلى دار العرض أو السينما لاحقا. My bicycle had a puncture, so I had to walk there. يعني دراجتي كان فيها شنو؟ ثقب. لذلك كان علي had to، ماضي متاع have to، كان علي أن أمشي إلى هناك. It took longer than I thought. استغرق وقت أطول مما اعتقدت. But I couldn't phone Maryam because I had، عندي هنا فراغ، my mobile at home. بقى شنو نختاره من كلمات اللي فوق؟ ما قدرتش نتصل بمريم، لما تمكن من اتصال بمريم. ليش؟ لأني أنا شنو؟ left، نسيت أو تركت. تركت لأنني أنا تركت. I had left. I had left my mobile at home. نكمل الجزء الثاني ونذكر الكلمات اللي أمامنا هذين. طبعا احنا استخدمنا eaten ولفت، eaten ولفت، وما زال عندنا working، waiting، had، seen، closed، حنستعملوهم في بقية القطعة اللي تحدث فيها جولي عن نفسها. When I got to the cinema، عندما وصلت إلى السينما، Maryam was angry because she had been for، في هنا فراغ، هنا المفروض يكون في verb في ing. بهي من خلال المعنى، لما وصلت السينما مريم كانت غاضبة لأنها كانت for me for 15 minutes، يعني بمعنى شنو؟ تنتظرني، كانت تنتظرني اللي هي شنو؟ waiting. هنا مكانها كلمة waiting الفيرب هذا اللي هي شنو؟ هذا past perfect continuous، يعني حدث كان مستمر في الماضي قبل أن يحدث الحدث الآخر، وهي أن هي كانت غاضبة وقبل أيضا وصول جولي إلى السينما. When I got to the cinema, Maryam was angry because she had been waiting for me for 15 minutes. The movie already started. هنا عندنا فعل بالصيغة بالتصريف الثالث اللي هو started، معناها شنو ناقص هنا؟ Yes, had. The movie had already started. يعني الفيلم كان بالفعل قد بدأ. So we went back to Maryam's house. لذلك عدنا إلى بيت مريم. Maryam wanted to watch a video. مريم أرادت أن تشاهد فيديو. But I didn't want to، ولكنني لم أرد ذلك. Because I had it before. I had what؟
من الافعال اللي موجوده عندنا في المربع اللي في بدايه التمارين I had seen، انا قد رايته، هذه طبعا ماضي تام بسيط past perfect simple. I had seen it before so I went home، لذلك ذهبت الى البيت. When I got home my mother was sitting in the living room، عندما وصلت الى البيت امي كانت جالسه، طبعا هذه past continuous، امي كانت جالسه في غرفه المعيشه. She was tired because she had been، هنا عندنا فعل لازم يكون فيه شنو، هنا ما دام she had been معناها الفعل لازم يكون فيه ing، she had been working يعني كانت تعمل، يعني كانت متعبه لانها كانت تعمل، معناها هي عملت لوقت طويل بعدين اصبحت متعبه، بعدين اصبحت متعبه. She was tired because she had been working in the garden all afternoon. She asked me to go to the bakery. يعني طلبت مني إني أنا نمشي للمخبز. It was hot. كان الطقس حار يعني. But I walked to the bakery. لكنني مشيت إلى المخبز. Because I knew my mother was tired. لأني كنت عارفة أن أمي كانت يعني متعبة. But when I got there، عندما وصلت إلى هناك، I couldn't buy any bread، لم أتمكن من شراء أي خبز، because the bakery had closed، يعني قفل، يعني بمعنى لما بعد ما قفل المخبز بعدها أنا ما حصلتش خبز، يعني بهذا المعنى أن قفل المخبز هو اللي كان قبل وصولي وقبل أني أنا ما تمكنش من حصول على الخبز. أيضا ترتيب الأحداث دائما الباست بيرفكت سيمبل اللي هو الماضي التام البسيط يسبق الماضي البسيط في ترتيب الأحداث، حتى ولو جت الجملة بعد لكن هو دائما هو الحدث الأول. إذا هذه جولي تحدثت عن نفسها وكانت واستخدمت الماضي البسيط والماضي البسيط التام أو الماضي التام البسيط والماضي التام المستمر بالإضافة إلى الماضي البسيط اللي احنا نعرفوه ديما يكون في ربط مع الزمنين هذين. Exercise E. Now write about your day yesterday. توا يعني بيك أنت تكتب على يومك اللي هو يوم أمس. Use words from the box to show when things happened. استخدم الكلمات اللي في الصندوق علشان تبين متى حدثت الأشياء. يعني هن أدوات عادة للربط زي مثلا just before يعني قبلها قبل ذلك بقليل. After بعد then ثم earlier يعني بمعنى أيضا في وقت أبكر يعني. A little later بعد ذلك بقليل أو بعدها بقليل. Finally أخيرا. الكلمات هذين هنستعملوهن عشان نديروا بين قطعة لأنفسنا على أحداث يوم أمس، وعندنا هنا modern answer إجابة نموذجية هنقروها مع بعضنا. Yesterday was a very good day. يوم أمس كان يوم جيد جدا. I woke up and the sun was shining. يعني أنا استيقظت والشمس كانت مشرقة. I was awake early. يعني كنت مستيقظا باكرا. So I went running. لذلك ذهبت للركض. And then took a shower. ثم يعني أخذت دش أو استحممت يعني. After that I cooked breakfast for myself and my mother. يعني طهيت الإفطار لنفسي ولأمي. I gave her breakfast in bed. أعطيتها إفطارها في السرير. Because it was her birthday، لأن كان يوم عيد ميلادها. She was really happy، كانت سعيدة حقيقة. And loved the presents I gave her، وأحبت الهدايا التي أعطيتها لها. A little later، بعد قليل، I made a picnic lunch for us to take to the beach. يعني معناها قمت بتحضير أو تجهيز وجبة خفيفة، يعني غداء خفيف أو غداء لرحلة بنقوم بها. لكي نأخذها معنا إلى الشاطئ. I didn't have to go to school. لم يكن علي أن أذهب إلى المدرسة. Because it was the weekend. لأنها كانت نهاية الأسبوع. I had packed my mother's favorite food. يعني بمعنى حزمت وجهزت الغذاء المفضل لأمي. And we sat outside for hours. وجلسنا خارجا لساعات. When it got too hot. عندما أصبح الطقس حار جدا. We went swimming in the sea. ذهبنا للسباحة في البحر. Finally، هذه دائما نستخدمها في النهاية. أخيرا، We walked home. مشينا إلى البيت. I was a little sunburned. يعني بمعنى شنو؟
أني أنا كنت مصابة ببعض الحروق من الشمس، يعني حرقة الشمس هذه، ضربة الشمس يسموا فيها sun burned. نمشوا للآخر شيء في الوحدة الثانية، وهي طبعا راوند أب. راوند أب يعني معنى جولة، أو يعني تعرفوا على أهم الحاجات اللي مرن علينا في الوحدة الثانية. Here are some of the things you practiced in unit 2. إليك بعض الأشياء التي تدربت عليها في الوحدة الثانية. Discuss each item with a partner. ناقش كل وحدة منهن يعني مع شريكك. Take turns to give another example. يعني بمعنى قموا أو تبادلوا الأدوار أو خذوا الأدوار لإعطاء مثال آخر. نشوفه مع بعضنا. Now you can. أنت الآن تستطيع. Use expressions to say things are the same. تستخدم التعبيرات عشان تقول ان الاشياء متشابهه، لما حكينا على similarity التشابه. Both Rashid and Yasmin have school tomorrow. يعني كلاهما رشيد وياسمين عندهم مدرسه بكره، هنا فيه similarity تشابه بين الاثنين. Like my parents، حتى هي تشابه طبعا، مثل والداي. Omar's parents are from Misrata. والدا عمر من مصراتة. His car is as fast as mine. His car is as fast as mine. سيارته سريعة مثل سيارتي. أيضا أنا as adjective as للتشبيه بين شيئين. She likes apple pie too. هي تحب أيضا كعكة التفاح أو كيك التفاح. فهنا أيضا كلمة too للتشبيه بيني وبينها. Neither Charlie nor Chris speak in Arabic. لا شارلي ولا كريس يتحدثون باللغة العربية. أيضا هنا رغم أن فيها نفي ولكن هي تشبيه بالاثنين، هم اثنين ما تكلموش اللغة العربية. هذين حاجات كل مرة نعينا في الوحدة الثانية، نراجعوا فيه مراجعة سريعة للتذكير. Use expressions to say things are different. استخدام تعبيرات لكي تقول أن الأشياء مختلفة، اللي هي differences الاختلافات. Unlike بخلاف. Unlike me. كمال lives in the city بخلافي، أو يعني يختلف عني أن كمال يعيش في مدينة، معناه أنا نعيش في countryside في الريف. His Arabic language is not as good as mine. لغته العربية ليست جيدة مثل لغتي. طبعا هنا verb to be not as adjective as، علشان نقوله أن شيئين مختلفين على بعضهم. Use adjectives plus infinitive. استخدام الصفات زائد فعل بصيغة المصدر، زي هذه مثلا صفة sad وبعدين to say. فعل بصيغة المصدر لازم يكون قبل شنو؟ to. بهي الاستخدام هذا نستخدمه علش to describe feelings towards action، علشان نصف الشعور تجاه يعني فعل أو عمل معين. It was sad to say goodbye. كان حزينا أن أقول إلى اللقاء أو وداعا. هنا درنا adjective وبعدين infinitive معها to. It was hard to finish the race. كان من الصعب أن أنهي السباق أو إنهاء السباق. برضو نفس التركيبة. Adjective of infinitive معها to. It is amazing to see how the technology has developed. يعني من المدهش أن نرى أو أن أرى كيف تطورت التكنولوجيا. Use the past symbol and past continuous to describe actions in the past. يعني استخدم الماضي البسيط والماضي المستمر لوصف الأفعال أو الأحداث في الماضي. نشوفه مع بعضنا المثال اللي يحكي فيه الطالب هذا. يقول We were leaving the house when she called. يعني هنا كان في حدث مستمر في الماضي، خذينا طبعا كلام هذا مراجعة سريعة كيف ما قلنا. كنا نغادر المنزل عندما اتصلت. الحدث اللي هو قطع، يعني الحدث اللي هو قطع الحدث الأول هو اتصالها. حدث طبعا هذا ربط بين past simple والpast continuous. We were leaving the house when she called. الجملة الأخرى والأخيرة. They were studying. كانوا يدرسون. When the power went out. The power went out بمعنى يعني انقطع الكهرباء. Electricity cut تعبير آخر لا يعني. They were studying كانوا يدرسون when the power went out. طبعا هنا عندنا past simple وهنا عندنا past continuous، فربطنا بينهم بكلمة when. الحدث اللي كان مستمر هو كانوا يدرسوا،
والحدث اللي حدث فجأة هو قطع الحدث الأول هو أن انقطع الكهرباء. طبعا هذه نهاية الوحدة الثانية، راجعنا أهم النقاط اللي خذيناهن، وسنلتقي بإذن الله تعالى في بداية الوحدة الثالثة. This is the end of the episode and the end of unit 2. Thank you very much for watching and good luck for all.